السلام عليكم، بنرحب فيكم تاني في رينيوبل انرجي. واليوم بنتكلم على الويند انرجي، حنتكلم الان على اوفشور ويند انرجي. الان لما نتكلم على الاوفشور ويند انرجي، هذا بنتكلم على التوربينات الموجودة في المياه. الان لما نيجي نتطلع على التوجه العالمي، بنلاحظ انه يعني لو طلعنا من 2000 خلينا نقول الكوموليتيف اوف شور ويند كاباسيتي، من 2011 كان حوالي 4 جيجا وات. الان لما نتكلم 2015 طلع الخط اللي عندي تقريبا لينير، بنتكلم على 12 جيجا. الان اذا بتطلع عنده قديش الجمب في 5 سنين، هنا من 4 ل 12 يعني 8. الان في الخمسه الثانيه بتتكلم على كمان 8، بنتكلم الان على في 2021 تقريبا فوق ال 20 جيجا وات الكباسيتي الموجوده عندي. الاوف شور ويند كاباسيتي الجلوبال، هذه بنطلع من بالنسبه للدول، اطلع عندي من سنه للثانيه قديش الجمب اللي بتحصل. هذا بفرجينا انه في بريطانيا اصلا في بيج جامب. طلع جيرماني اللي ماشية عندي، ماشية من هذه في 2014 ل 2015 البيج جامب راحت من 1 جيجا لتقريبا 3.2 جيجا. الان دنمارك زي ما حكينا هي يعني ماشية بشكل مضطرد ل تعتمد بشكل اساسي او لتنتج في مجال الطاقة المتجددة. الصين وبلجيكا والنيدرلاند والسويدن، هدول كل الدول، وهذه زي ما حكيت اطلع عليهم هم موجودين على يا اما مرتفعات يا اما محيطات كبيرة وواسعة. الويند ريسورس الاوريجين اند كاركترستيك، نيجي نطلع عليها. هذه لو جينا اطلعنا على عادة من وين الويند تيجي، او لو جينا قارنا قبلها الويند انرجي ريسورسز، بنلاحظ يعني السولار انرجي هي تقريبا المصدر الرئيسي في العالم في هذا المجال. الويند انرجي تقريبا 200 ضعف بالنسبة لو اخذنا احنا الهيدرو، هو المعيار تبعنا الهيدرو باور وان تايم. بنلاحظ البوتنشال للويند تقريبا 200 ضعف، طبعا السولار 2850 ضعف في هذا المجال، بايوماس 20، الجيوثيرمال 5، والويف والتايدل توايس. رياليستيكلي بنتكلم احنا تقريبا حوالي 40 ضعف من الهيدرو الموجود عندي. طيب كيف بتكون الويند؟ الويند بتتكون عندنا حاجتين، في عندي المناطق القطبين الباردين، وهدول يعني بوجهه، وفي هنا المنطقة الاستوائية. المنطقة الاستوائية دائما هذه بتبقى منطقة الضغط المنخفض، اتجاه الرياح هذه بتيجي بنسميها تريد ويند، اللي جاية من الاكويدر بتيجي في هذا المجال. والان من نورث بول بتيجي عندي اللي هي حسب اختيار حسب السيزن اللي عندنا، فبصير هنا جذب للرياح للمناطق اليابسة اللي عندي لتغير في درجات الحرارة. تغير في درجات الحرارة بيطرأ عليه تغير في الضغط. الآن عادة الرياح بتروح من الضغط المرتفع للضغط المنخفض، وهذا يمكن بتشوفها وبتحمل سحب معها وبتتحمل فيها وبتنزل الأمطار، وهذه يعني بنتكلم على الويت سيزن في هذا المجال. وزي ما لاحظنا هاي مثلا مناطق الضغط المنخفض، اللي هي من الضغط العالي بتروح الويند في اتجاه الضغط المنخفض اللي عندنا، وبتعمل اللي الأمطار والعواصف اللي هي بتولد يعني بشكل أساسي الطاقة في هذا المجال. الآن زي ما حكينا لما نيجي عند الشمس تسطع مناطق، بتيجي على المي بتعمل تبخير منها، بتكون السحب. السحب بتمشي هاي المناطق، لما تروح على المناطق الباردة هاي السحب هذه بتتكتف بتنزل أمطار.
الآن هذا زي يعني بيج بيكتشر عندي، مثلا هذه مناطق بارد، هذه المنطقة حارة، هذه منطقة باردة. الحارة بتبخر الماء هنا وبتسوي السحب، والسحب لما تيجي على الشقة الثانية بتنزل الأمطار. طيب الآن الرياح كيف بحصل فيها؟ الآن عادة الرياح لما تيجي في الأوبن لاند، أو في يعني خلينا نقول في المحيطات، ايش بتبقى؟ بتبقى جاية بقوة عالية، وده بتلاحظ ها القوة تبعتها بتيجي بشكل كبير. كل ما بترتفع اللي عندي القوة يعني بتزيد في هنا. الآن عندي لما تيجي على الأوبن لاند بتضلها ماشية بنفس القوة، بس لما تيجي على المدينة ايش بتواجه؟ بتواجه او المناطق اليابسة بتواجه المباني والأشجار، هذه بتضعف سرعة الرياح. الآن في قلب المدينة ايش بصير؟ بتضعف بشكل كبير. لهذا السبب لما تروح انت في ارتفاعات عالية بتلاحظ قوة الويند ظلتها زي ما هي، بينما في الارتفاعات المنخفضة ايش؟ سرعة الريح بتنزل وبتضعف بشكل كبير. على هذا السبب بتلاقي معظم التوربينات موجودة من برا في أماكن معزولة، أو على قمم الجبال، أو على في المحيطات والبحار في هذا المناطق، لأنه بتبقى سرعة الرياح سرعة عالية، يعني بتأهلنا للقيام ب يعني عملية توليد طاقة بشكل أساسي. وهنا هاي بنعطيك اكزامبل، هاي السرعة اللي عندي، هنا الالتيتيود عندي على مثلا 400، عندي 100%. هان لو وصل ل 100% بدي اروح لقديش؟ لفوق ال 1300. لو وصل هنا جوا المباني بدي اروح لقديش؟ لو وصل لنفسها تقريبا 550 او 560 متر، لاخذ نفس الشيء اللي كنت باخده على تقريبا ارتفاع 600 في هذا المجال. طيب الان لما نيجي نتكلم بنتكلم عن لارج سكيل وتايم تايم سكيل. التايم سكيل بنتكلم عنه للويند فاريابيليتي، الويند بتتغير سواء في لما نتكلم على الارتفاعات او نتكلم على الايام. يعني في ارتفاعات عالية من 100 ل 1000 كيلو متر في تغير كبير، فاريشن كبير. في خلال الشهر بتلاحظ، او الاشهر في السنة بتغير سرعة الرياح. الان نفس الشيء لما نتكلم على مسافات اقل، اكبر من يعني 1 كيلو بنطلع عليها، او اقل من 1 كيلو، من 1 كيلو او اقل، بنلاحظ ايش اللي بيحصل عندي. بنتكلم على الدي هنا في اليوم. لما بنتكلم على 10 متر او اقل بنتكلم على ايش؟ المينتس، السكيل تبعنا. يعني في تغير كل مينت لما تكون السرعة الارتفاعات اقل من 10 متر. الان في عندنا عادة انا ايش اللي بعمله في هذا؟ يعني هذا لو جيت اطلعت عندي للفاريشن للكاركترستيك تبعتي، هاي الفلاسيتي وهاي الوقت. والوقت هذا زي ما حكينا ممكن يكون ساعات، ممكن تكون ايام، ممكن تكون ايش؟ اشهر في السنة. ايش بنلاحظ؟ بنلاحظ هنا في تغير في سرعة الرياح بشكل أساسي، هذا بنسميها الكاركترستيك. هذا إيش بنعمل؟ بناخذ سرعات الريح من 0 هنا 1 متر، 2 متر، 3 متر، 4 متر، 5 متر. يعني هنا ماخذ إيش؟ هذه اللي هي 10 متر. هنا ماخذ 2 4 6 8، يعني 10 زي هيك، 0 يعني هاي. وهذا ماخذ في الاتجاه. طلع الشكل تبعها، هذا مش شكل بالشيب، ولا بقدر اعمل له ريبريزنتيشن باي كومبينيشن اوف جاوسيان. يعني هذا مش جاوسيان ولا جاوسيان ميكست. فايش هذا؟ هذا الشكل تبعه بنسميها ويبل ديستريبيوشن. الويبل ديستريبيوشن بتحكم فيه حاجتين، الارتفاع هذا بارامتر، والمسافة هذا الويت هذا البارامتر الثانية. هذول البارامتر اللي هن بتغيرن عندي بشكل أساسي حسب المنطقة وحسب التوقيت.
طيب we enumerated different sources of wind هنا we qualitatively saw how the wind velocity profile differ onshore and offshore. We learned that probability density function are used to characterize variation of in the wind speed. الآن الايروديناميك ايش بنتكلم تيجي الريح اللي عندي هنا بسرعة معينة يو وهنا عند التوربينة. التوربينة عبارة عن ريش بليدز والبليد بتشكل لما يدور بتشكل زي قرص. الآن القرص هذا لما تيجي الريح فيه إذا هو ثابت يعني بتحركش هذا القرص بيلف بيصير يلف. الآن هذه اللي عندي سرعة الرياح لما تطلع من القرص تلاقيها أقل من المسافة اللي عندي. الآن سرعة الرياح بتروح ستريت لاين عادة بتروح إيش اكسباند بصير لها ريفليكشن في هذا المجال. بس هذه بتمثل السرعة وهذا عندي بتمثل الريزيستنس. الريزيستنس اللي هي اللي بتعمل جينيريشن للباور والباور هذه بتعمل اللي بتلف التوربينة اللي عندي. يعني الباور بدها تساوي التورك اللي هي فرجناها اللي هي بتلف التوربينة في اليو اللي عندي السرعة. اليو هذا لما تقرب هان بتصير يو ار الموجودة عندي. هاي التورك الموجود عندي والرياح اللي بتيجي هاي بتنعكس لبرا. فالشكل اللي عندي بصير شكل ايش مخروطي. في الشكل المخروطي اللي عندي هاي بتلف السرعة اللي بتروح بتصير اقل من السرعة اللي داخل عندي. يعني ايش بعبارة تانية الفلو is slowed down by الفورس تي and the same time it tends to go around the disk. يعني بتروح الرياح بتتجنب الديسك بتروح على ايش على جنبه. الافكت اوف ا بليت اون ا ويند فلو ايش بنلاحظ هنا اليو ار بنسميها الماكسيمم والتي زيرو. ايش هذا التي التورك هذا زيرو. هذا التورك لما يتحرك عندي هذا لو هذا الديسك بدل ما يقاوم بتحرك في الاتجاه فالتورك عندي بيصير ايش زيرو. هذه تولد ليش اي قوة لازم التورك هنا اللي هي الفورس هنا الريزيستنس فورس ايش بتبقى بتعطيني فاليو. هنا لو رحت في ماكسيمم الان هنا لو رحت اليو ار زيرو سبيد والتورك هنا ماكسيمم ايش حيلاحظ مش حيدخل اي هواء. هان يعني هنا بعبارة تانية يمكن خليني اقول لكم معلومة ايش هي. لو زودت عدد البليت الموجودة هان هذا البليت لما تدور بتعمل ديسك شبه مغلق فبطل الريح تيجي هان. الريح بتروح وين على الجوانب هاي فبتعطيني زيرو باور. لهذا السبب احنا بنتكلم في عندنا معادلة. المعادلة هاي الاوبتيمال باور اكستراكتد the power is maximum when the velocity at the disk is 2/3 يعني السرعة هنا تلتين السرعة الجيفن موجودة عندي الاصلية اليو ار اللي عندي والايش اللي عندي بداجة التورك اللي عندي 8 أتساع الموجود عندي. يعني the non-dimensional force exerted by the rotor is 8/9 اضرب التلتين في ال 8/9 بعطيني 0.59 هذا بسميه bits limit. هذا الماكسيمم كاباسيتي تبعت اي ويند توربايت. يعني هي بتعطينيش كل السرعه بالتورك اللي عندي بتعطيني 100% بتعطيني 59% من الموجود. وهذا الباور اكستراكتد باي ذا روتر از 59% اوف ذا توتال باور افيلبل ان ذا ويند ات ذا لوكيشن اوف ذا روتر. يعني عند الروتر هاي بتعطيني قديش 59% من الموجود عندي. طيب الويند توربين من ايش بتكون؟ بتكون من البليدز الريش الموجوده الروتر هاب هنا النسل بنتكون من التاور اللي هو العمود هذا بتتكلم من ايش الفاونديشن القاعده الموجوده في الارض اللي راكب عليها هاي لانه القاعده بدها تكون صلبه عشان هذا ما ينكسرش او يميل مع الهواء. الآن الويند توربان is composed of blades usually تنتين أو ثلاثة مش أكثر من هيك. الآن حتشوف شكل تنتين وحتشوف شكل ثلاثة.
الان ليش احنا بنشوف 2 و 3 زي ما حكيت؟ لما تدور هاي بتكاش الديسك يصير كلوزد، لانك انت اذا زودت عدد البليت حيقل. يعني تطلع انت على المراوح، تطلع في الجامع على المراوح الكبيرة والقوية بتلاقي كم ريشة فيها؟ ريشتين. طلع على الاقل منها قوة بتلاقي 3 ريش. طلع على المراوح اللي عندك اللي بتشتغل على البطارية، كم ريشة فيها؟ 5، لان القوة تبعتها التورك اللي احنا بنتكلم عليه قليل، فعشان هيك بتكونش بالقوة الهاي، فبتعملش بلاك للموجود عندي اللي هي الديسك اللي بنتكلم عنه. نتكلم زي ما حكيت تاور والفانديشن اللي عندي، الهب اند ناسل which connect the blades and also in campus the generator. يعني هنا بيبقى الجنريتر، the tower which support the router nacelles assembly will foundation mounted either on land or offshore. الان هاي بشكل صورة جانبية اللي عندي، هاي البليدز، هاي الجير باكس الموجود عندي، هاي النصل الموجود، هاي الجنريتر اللي جوا، هاي الباور كيبل، وهنا عندي الترانسفورمر اللي بيشبكها بعد هيك على الايش الشبكة الموجودة عندي. هذا هاي النمبر اوف بليدز هاير ذا بلوكج اوف ذا فلو. يعني كل ما بنزود ايش بيصير؟ طلع هنا الشكل الموجود عندي مش توتال بلوك، طلع هنا البلوك بزيد، طلع اللون لما يغمق بزيد، طلع هنا شبه دارك، يعني زيها قريبة من العمود، يعني هذا شبه مغلق في السكس بليد. عشان هيك كل ما زودنا البليد كل ما قل الهواء اللي بدخل او اللي بحاول يدور التوربينات. The effect of the rotational speed for three blades, the higher the rotational speed, the higher the blockage of the flow. يعني كل ما زادن السرعة بتسكر الهواء. At very low rotational speed, the flow sees three blades spinning, but as the rotational speed increases, the flow sees effectively a rotor with more than three blades. يعني كل ما زادت السرعة كل ما الهواء صار يشوف عدد بليد أكثر. In conclusion, a wind turbine that rotates faster does not necessarily produce more power. يعني الروتيشن لا مش بالضرورة بيعطيني باور اوتبوت باور أعلى. الآن لما نجي حكينا هاي اليو وهاي الأوميجا وهاي الآر. آر هي الراديوس، أوميجا هي خلينا نقول السيركولار سبيد اللي عندي. الان الار اللي عندي لما نقسمها على 2 او الاوميجا نضربها في 2 هذا بيعطيني نفس الهاي، بس طلع عندي الموجود. هذا بنتكلم التب سبيد ريشيو. التب سبيد ريشيو اللي هي سرعه الريح عند راس عند يعني البليد عند راس البليد. التيب سبيد ريشيو is that the ratio between the velocity of the tip of the blade and the incoming wind speed. يعني السرعة ها اللي هي جاية عند البليد بالضبط ها، وهذه سرعة على السرعة القادمة. ايش بنلاحظ ها؟ اوميجا في الار اللي هي الراديوس على يو هي اللي بتعطيني هاي، وهذه دائما مقياس رئيسي لقلنا وين رايحة في هذا. The tip speed ratio is the ratio of the speed of the rotating blade tip to the speed of the free stream wind. There is an optimal angle of attack which create the highest lift to drag ratio اللي عندي because the angle of attack اللي عندي is dependent on the wind speed. There is an optimal tip speed ريشيو الموجودة نتكلم عليها في هذا المجال. وهي زي ما حكينا هاي الار وهي السبيد اللي عندي الموجودة في هذا المجال. طيب بنتكلم بعد شوية على الباور برودكشن، بناخذ بريك الان ان شاء الله.